ساندرز. نرحب بك سيدة نادين، وأبدأ معك من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها أنه يشكك في نتائج ونزاهة الانتخابات، ودعا أو تمسك بإعلان نتائج هذه الانتخابات في موعدها أو نهاية يوم إجرائها، وهو الثالث من الشهر القادم شهر نوفمبر. على ما يعول ترامب من وراء هذا الموقف أو ما يسعى إليه؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدين. التمسك بنتائج الانتخابات هو هكذا يجب أن يكون. يجب أن تكون الانتخابات حاسمة، ويجب أن لا تكون الانتخابات قيد قبولا أو رفض. موعد الانتخابات الذي يتمسك به وهو الثالث من نوفمبر، لا يريد تمديد هذا الموعد وفقا للإحصائيات التي تقول أنه ربما يكون هناك تأخير في مواعيد استلام بعض الانتخابات أو الأصوات الانتخابية، أصوات الناخبين، بسبب التصويت بالبريد، حيث أن جائحة كورونا تفرض على الكثيرين أن يصوتوا بالبريد. هذا الأمر الذي قد يفقده كثيرا من الأصوات التي يمكن أن تميل إلى كفة بايدن. يعني لو افترضنا أن الانتخابات ستكون حاسمة لصالحه وتم التأخير بضعة أيام ممن يكونون من أنصار الديمقراطيين أو بايدن، قد يقلب هذا موازين الانتخابات. هذا السبب الذي يرفضه الرئيس ترامب. لكن أليس فيما يعلنه ترامب يعني تجاهلا لأصوات الملايين؟ يعني الملايين من الأمريكيين صوتوا عبر البريد، والمحكمة العليا تتحدث عن منح مهلة 3 أيام لفرز هذه الأصوات. جرت في انتخابات سابقة تأخير بسيط أو قبول استثناء بتمديد بسيط لموعد الانتخابات، ولكن تحت هذه الظروف، في ظروف الجائحة، قد يكون هو من المطلوب أن يكون هناك تمديد أكبر. بطبيعة الحال رئيس ترامب يعارض هذا الأمر لأنه لا يصب في مصلحته كثيرا، وسواء كان هو لائق أو غير لائق، مقبول أو غير مقبول، هذه الأمور تخضع دائما لسياسات المحكمة العليا والاتفاقات التي تجري بينها وبين الكونغرس، وحسب حركة الشارع وقبولها أيضا. طب متعلق بالشارع الآن يعني سيدة نادين، عودة الاحتجاجات إلى الشارع، نتحدث عن فيلادلفيا وعودة الجدل مجددا بشأن عرف الشرطة تجاه المواطنين من أصل إفريقي، برأيك كيف يمكن أن ينعكس هذا الجدل المتجدد على النوايا الانتخابية ونسبة إقبال ربما إثنيات معينة؟ نتحدث عن الأمريكيين من أصول إفريقية وحتى اللاتينيين، إمكانية أن يقبلوا بشكل أكبر على صناديق الاقتراع. نعم، بشكل عام الأمريكيون من أصول أفريقية أو الأمريكيون السود، دعنا نقول، هم في غالبيتهم يميلون إلى بايدن وسيصوتون له. بعض الأمريكيين الذين هم من أصل أفريقي قد، ومن المشاهير مثلا هناك 50 سنت الذي رفض أن يصوت لبايدن، هو يدعم ترامب، وأيضا هناك كينيا وست وهم من الأثرياء، وهناك حركة تسمى ب بلاك فور ترامب، يعني سود من أجل ترامب. ولكن هذه الحركة لا تلقى رواجا كبيرا، خصوصا في ظل هذه الاحتجاجات وحركة بلاك لايف ماترز وما جرى خلال الصيف وما جرى في أيام الأخيرة ومقتل العديد من السود. بشكل عام الأصوات الأمريكيين من أصل أسود يتجهون بشكل عام للتصويت لبايدن، وهذا من المستبعد تماما أن يصوتوا لترامب، لأنهم يرون في حقيقة، يعني يعتقدون في عمقهم أنهم لو أنهم دعموا ترامب فهو سيستخدمهم حتى يفوز، وبعد ذلك سوف يرميهم. فبطبيعة الحال الشارع الأمريكي في شقه، حتى الإسبان أيضا، الكثير منهم يؤيدون بايدن وبعضهم من يؤيد ترامب. نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن الإعلامية نادين ساندرز.